من أهم أصول الخوارج وهي تقديم قتال المجتمعات المسلمة المجتمعات الكافرة يسمونها مجتمعات إيش؟ المرتدة. وأول من قال بها الإخوان المسلمين قبل 80 سنة قالوا أحمد رائف في كتاب صفحات من تاريخ الإخوان، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان التاريخية القديمة، ها؟ وقال ازداد إيمان المناضلين أن القتال في مصر أولى من القتال في فلسطين. قالها بعد أن قتل النقراشي، قاموا بقتل رئيس الوزراء النقراشي. وعلى فكرة شباب، الشيخ أحمد شاكر، أنا قلت في رسالة الماجستير، يحفظ لهذا الشيخ أنه أول من تنبأ بمنهج الخوارج تحت مسمى العمل الإسلامي. لما قتل النقراشي أصدر فتوى، تجدونها فتاوي ورسائل أحمد شاكر عليه رحمة الله. أصدر فتوى من 3 صفحات وقال الاغتيال السياسي ذا منهج الخوارج الذين يحرضون شبابهم يعلموا أنهم يأسسون فيهم هذه المناهج. ثم ساق 7 أحاديث عن الخوارج من باب الفائدة حتى تترحمون على الأمير نايف رحمه الله تعالى كيف يحب علماء السنة. لا 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 لا. أحمد شاكر هددوا الإخوان بالقتل يغتالونه كما بعد أصدر هذه الفتوى، ووضعت الحكومة المصرية حراسة عليه وجلست حراسة 4 أشهر. يقول ابن الشيخ أحمد شاكر في واحدة من كتبه وأسباب رفع حراسة، لأن الأمير نايف لما زار القاهرة جاء وزار الشيخ أحمد شاكر من غير ميعاد. إخواني يقدر علماء السنة من قديم الأمير نايف، فمنعوه الحراس وكان سبب حرج شديد للشيخ أحمد شاكر. رجع الأمير نايف بعد اكتشاف الملف، قال أحمد شاكر الله يحميني من هؤلاء، وأمر بصرف الحراسة. الشاهد شوف معرفة الأمير نايف لخطر الإخوان من 60-70 سنة. هذا الكلام أيام حسن الهضيبي المرشد الثاني في الخمسينات. نحن كم الآن من 70 سنة زاروا تضامنا معه لما هددوا. فهم يقولون نقدر قتال المجتمعات المسلمة. أختم بهذا يا شباب، والله وجدت أكثر من 30 منظرا، الظواهري، أبو قتادة، المقدس البصير، يقال نقدم قتال المجتمعات المرتدة ويستدلون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلوثون الكفار. يا جماعة، في تاريخ الطبري رجل أراد خروج مجموعة في بني أمية، فقال الرئيس نخرج نقتل أمير هذه البلدة. قالوا لا، إذا خرجنا هنا ينكشف أمرنا في البلدة الفلانية. فأميرة فعل وقتل الإخوان، يبدو بينهم وبين رئيس بلدة أمير بلدة ثار. قال لا 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 لا, لا نقتل هنا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلوثون الكفار. اسمه هذا الرجل يلقب بيش يا جماعة؟ بهلول. قلت في رسالة الماجستير لا يوجد فرق بين مهلول المتقدمين وثلاثين بهلول من بهليل عصرنا، الظواهري والمقدسي وابو قتادة والبصري. الشيخ سلال الشيخ جلس يضحك على هذه الكلمة في المناقشة، خلاني أقرأها أمام الناس تلك الأيام، إنه كانت شوية فيها لطيفة، قاعد يضحك على كلمة بهليل عصرنا الشيخ. إذا الشيخ نجمع بينهم أنه من علامات الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويقدمونه، وأيضا من علاماتهم أنهم يقتلون أهل الذمة. نعم نعم، قتل أهل الذمة بالحديث المسند صريح يا شيخ. جزاك الله خير.